جرح قلبي بعيونك يصون المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونك عيونك كاسي دور عن الناس سكرهم وفيها جمال وفيها دلال يحيرهم عيونك كاسي دور عن الناس سكرهم وفيها جمال وفيها دلال يحيرهم دي نظرة من عيون الحور سودها في عيوننا نور هواها على القلوب مدور يا سحر الدنيا بعيونك يا سحر القلب بعيونك يصون المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونك فاضل شفة على شفة راح ارسمهم راح ارسمهم في لفتهم وخفتهم مفيش منهم شفايفك نفحة من الجنة بلون الورد والحنة كلامها أحلى من المغنى تقول للورد إشلونك يا جرح القلب بعيونك يصون المولى ويصونك يصون المولى ويصونك يصون المولى ويصونك يصونك فاضل ورودك اللي في خدودك يا حيرت فيهم يا حيرت فيهم عاوزين جنايني يعرف يغني ويقول عليهم يقول عليهم أحبك والسما شهدا يا نايمة والعيون سادة يا رب وفيها مت وردة يا أيضا نار على غصونك يا جرح القلب بعيونك يصون المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونك انا عطشان قوي دي واحده هشرب حاجه قديمه قوي عاوز تشرب يعني عاوز تذوقي يا شيخ تهدى يعني موت بالعطش بعد الشر عليك خليك انت هنا وانا اجيبك تشرب اهلا وسهلا بحضراتكم مساء الفل وجمعه سعيده عليكم جميعا يا رب ان شاء الله احنا طبعا يمكن حد يسال ليه الاغنيه ديت ليه مديحه يسري ومحمد فوزي فنانيننا الكبار النهارده او امبارح يمكن كان عيد ميلاد الفنانه القديره والعزيزه والغاليه والرقيقه مديحه يسري ربنا يخليها لينا يا رب ويديها الصحه ويسعد ايامها احنا يعني انا الحقيقه يعني بيسعدني الحظ ان انا اتكلم كده كل شويه ترد عليا ونقعد نتكلم في التليفون وصورنا مع بعض اكتر من مره وزرتها اكتر من مره في بيتها يعني حاجه جميله جدا 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 هي تم تعامها 93 ربنا يديها الصحه
ويزود في عمرها. احنا بنتأنس بيهم الفنانين اللي ابدعوا اسعدوا وبذلوا جهد كبير. مديحه يسري ياما قدمت لنا حاجات مع كبار نجوم السينما المصريه واسعدتنا. زي ما قلت لكم الفنانين دول حاجه يعني حاجه خاصه، حاله خاصه، ولذلك هم ليهم امزجه وليهم يعني حياتهم الخاصه، لان هم دول مبدعين. ربنا سبحانه وتعالى اداهم حاجه ما تعرفش ايه. تشوف كده مديحه يسري تتبسط، تشوف محمد فوزي تتبسط. محمد فوزي يغني ويعمل مزيكا حلوه جدا، متقدمه جدا على فكره. محمد فوزي ما خدش حقه في تقديره كموسيقار، وكان ممثل جميل ومغني طبعا رائع، لكنه كموسيقار كان جوز هو مديحه يسري وخلفه يعني. فاحنا ماما مديحه ولا مدام مديحه تبقى معانا على الهاتف، ما اعرفش يعرفوا يوصلوا لها. تليفونها فيه مشكله بس انا مكلمها وانا جاي في السكه، قلت لها هنكلمك نقول لك كل سنه وانت طيبه وتقولي للناس وتسلمي على الناس، وان شاء الله الاسبوع ده اذا سمحت هي ظروفها نروح لها نقعد معاها بكاميرا كده ونتكلم معاها شويه. هي لطيفه قوي وودوده قوي ورقيقه قوي. وبعدين مديحه يسري من الفنانين المؤصلين. مديحه انتجت افلام، مدام مديحه يسري انتجت افلام، وكانوا يشتركوا معاها الفنانين كلهم، وده يطلع بدور شو تغير وده يطلع بشط وده يطلع، كانوا يتعاونوا مع بعض. انما كسبت لها مش هي دي القضيه خالص، انما كانت بتحاول تعمل افلام فيها قضايا اجتماعيه مهمه جدا مرت علينا كلنا وساعدنا بيها كلنا، ناقشوا موضوعات مهمه. دول النجوم اللي قامت على اكتافهم السينما المصريه. مدام مديحه مساء الفل. يا اهلا، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الصديق العزيز الجميل، يا ربنا يخليكي والله، وربنا يسعدك. ربنا يسعدك انت ويخليكي لينا. ازيك؟ انا الحمد لله احسن، بس الكسور اللي عندي في ظهري وفي كتفي هي اللي تعباني شويه. طيب مش بنمشي في البيت كده وبنروح للدكتور والدكتور بيجي لنا والامور كويسه؟ لا انا ما اقدرش انزل ولا ادي، لان بعمل علاج في البيت بالكهرباء يوم ويوم على الكسور اللي موجود. كويس. قولك امبارح ميرفت امين ودلال عبد العزيز وعيدوا عليكي في عيد ميلادك، عملت ايه في عيد ميلادك؟ احكي لي، مين كلمك وكلمتي مين؟ ايوه كتير قوي يعني، صحباتي كتير قوي واولادي كتير قوي جابوا لي واحتفلوا بيا وجابوا لي طرطات وجابوا لي حاجات حلوه. بتفتكري ايه في عيد ميلادك يا مدام مديحه؟ بفتكر ايه في عيد ميلادي؟ بقول ربنا يديني الصحة يا رب ويبقى بكرة أحسن من النهاردة. والصحة هي رأس مال الإنسان. وبتتابع التلفزيون أنت وبتشوفي الحاجات بتتبسطي لما أفلامك تيجي في التلفزيون؟ نعم. بتتبسطي لما تشوفي أفلام ليكي؟ طبعا جدا جدا جدا. ببقى سعيدة جدا وبفتكر الزمن الجميل اللي انا كنت بقعد في وسطيهم. قمم يعني، قمم عجواب، وكلثوم وعلي امين ومصطفى امين وعبد الحليم ومحمد فوزي، يعني هقول لك مين ولا مين ولا مين. انت ام كلثوم سرقت منك الموضه بتاعتك وقالت لك عايزه افصل عند الخياطه بتاعتك. ايوه صح. ده حقيقي. صح. يا بنت انت بتجيبي هدوم جديد مين بيعملها لك؟ قلت لها خياطه تليانيه ترقصت الجلاد، خديه لها تحت امرك. فخدتها لها طبعا، والسيده الكبيره العظيمه الهرم بتاعنا ام كلثوم جت معايا وجابت قماشات وعملت لها، ابتدت تفصل لها، ويمكن من الحاجات الفساتين الحلوة قوي اللي هو فستان المشاهدين عارفينه. غيرت ام كلثوم لبسها كله، لبست حاجه تانية، لبست حاجه تانية مظبوط، عملت نيو لوك والكم كده مكشكش وحاجات تانية خالص. انت لسه بتهتمي بالفساتين والحاجات دي، تشوف الموضه وتتابعيها وكده ولا؟ لا طبعا تشوفيها طبعاً. وعندي فساتين زجاجين دلوقتي هتبقى يعني في معرض، هتبقى في معرض بعد كده. احتفظتي بفساتين قديمه؟
احتفظتي بفساتين قديمه ليها ذكريات عندك؟ فساتين طبعا ليها ذكريات كتير عندي. ليها ذكريات يوم وكل سعيده الغناء ام كلثوم كان في عيد ميلادي وقاعده جنبي وحضراني وبتغني لي. الله. في ذكرى ذكرى مع عبد الوهاب، ذكرى مع اصحاب ليا تانيه يفاجئوني بحاجات، يعني لو اقعد اتكلم على ذكرياتي الجميله الحلوه. هجيلك انا بالكاميرا واقعد معاك، انا هجيلك بالكاميرا ونقعد نتكلم ان شاء الله. انت وعداني. يعني اوعدك انا هجيلك ان شاء الله، هجيلك ونقعد نتكلم ان شاء الله، ده يسعدني ويسعدك. طيب قولي لي بقى الافلام اللي بتحب تشوفيها بقى لنفسك اسمها ايه عشان نزعها كتير. والله هقول لك كل حاجه، يعني معظم افلامي انا بحبها. فيلم الخطايا مع عبد الحليم. طبعا. افلامي مع فوزي. كان معروض فيلم المؤامره اول امبارح. يعني ايوه شفته كلها. شفته انا اول امبارح صح، فيلم صفحة. المؤامره ما كنتش اعرفه. مؤامره. شفته. والله يعني بحب كل افلام، يعني يكفي ان انا اقول ان انا عملت حوالي 100 فيلم ما لبستش لا مايو ولا صرف في الميت فيلم. طب قولي لي يا مدام مديحه، اتلانتي وبتتعرض في امريكا وفي كندا وبيكلموني من امريكا وكندا عشان بيشوفوها على مبسوطين من القناه الفضائيه المصريه. كويس. قولي لي يا مدام مديحه، الاستاذ فوزي كان زوج حنين يعني ولا كان شقي؟ زي ما احنا بنشوفه كده. كان احسن مني والله العظيم. منتهى منتهى خفه الدم ومنتهى التسامح. وزي حضرتك ما بتشوفه في الافلام هو في البيت كده الحقيقه. يعني كان انسان طيب قوي قوي قوي. طيب انت مفتقده ايه يا مدام مديحه دلوقتي؟ انا مفتقده ان انا امشي واجي وتبقوا تصوروا معايا. مفتقدة ان انا امشي برجلي من غير المشاية اللي انا بمسكها، لان هو رأس مال الواحد صحته. فانا بس عايزة صحتي ترجع لي تاني عشان يعني احس ان انا موجودة في الدنيا. يا رب ان شاء الله. هنجيلك احنا نصور معك، احنا هنخليكي مرتاحة ونجيلك. بس قولي لي بقى بتتفرج على ايه في التلفزيون بقى؟ بتشوفي ايه؟ بتتسلي بايه؟ بتتفرج عليك اول كل حاجة. يا حبيبتي ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا طبعا، يعني اخ عزيز ربنا يخليك. من كلها محترمه وكريمه وبالضيوف كلهم ربنا يخليك وكل حاجه حلوه. ومتابعه بقى اللي حصل في الثوره والدنيا والحاجات والأحكام. كل حاجه كل حاجه. عشان كده ضغط عالي على طول. ضغطك عالي. ضغط عالي على طول من اللي انا بشوف. مع ان الدكاتره مناعين ان انا اشوف حاجات يعني مثيره. في حاجات بتضايقك؟ بس ما بقدرش، لازم اشوف لازم اشوف. طب ايه اللي بيضايقك بتسمعيه في التلفزيون يا مدام مديحه؟ نعم. ايه اللي بيضايقك بتسمعيه في التلفزيون؟ ايه اللي بيضايقك في الاخبار يعني؟ ساعات في قنوات وفي مذيعات او مذيعين بيقولوا حاجات ما تتقالش عكسها. وفي مذيعات مع احترامي لهم وجمالهم وشياكتهم الايام دي، بس بيتكلموا يا استاذ محمود بسرعه انك ما تلحقش تعرف هم بيقولوا ايه. وبعدين حاجه مضايقاني احب اقولها لك وتوصلها لمدير التلفزيون. الكتابات اللي بتتكتب بطريقه جهنميه دلوقتي ما تتقريش. يعني مش معقول كتابه، يعني كتابه يعني اقراها. وبعدين الكتابه لازم صوت يبقى معاها، لان مش كل الناس بتقرا. عندنا فئه كبيره جدا جدا ما بتقراش. صحيح. ما بتعرفش ايه اللي جاي او ايه اللي هيشوفوه. فاللي بيتكتب لازم يتقري. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه للقنوات البصريه بتاعتنا. لازم. صحيح يعني صحيح. ارجو ان الرساله دي توصل. طيب بتشوفي يا مدام. حاضر خلاص، هي وصلت اكيد، وصلت للكل. مدام مديحه بتشوفي بس انت رايك ايه؟ انا رايي معاكي تمام 100 100. مظبوط كلام، مظبوط كلام، مظبوط. يا استاذ محمود يعني جوه بعضها كلها مش يعني مشنكله كده، فبتتقري ازاي؟ حتى اللي بيعرف يقرا
والله في حاجات انا ما بعرفش اقراها. لا يا رب يكونوا سامعين يكون عدل. طيب يسمع بقى اللي يعرف اللي جاي ايه واللي هيشوفه ايه. صحيح. يعني لازم يبقى في تغيير شويه لازم. ولازم المذاعات الجميلات الحلوين الشيك اللي بشوفهم يعني قريب وجداد لازم يتكلموا براحه شويه ببساطه شويه. طيب. الكلمه تبقى المعنى يبقى على وشهم يعني مش اني بقرا جورنال يعني عشان بيقروا اللي قدام الكاميرا يتقال بسرعه 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 ما بعرفش هما بيقولوا ايه. صحيح صحيح. بس بتتابع المسلسلات كل حاجه بتعجبك؟ بتعجبك مسلسلات اليومين دول؟ لا ما بشوفش حاجه. ما بتشوفهاش؟ لا مسلسلات لا يبدو لا بشوف كل حاجه خصوصا على القناه بتاعت ام كلثوم اللي هي روتانا كلاسيك. هي دي بتشوفيها دي بانتظام؟ دي بشوفها على طول. وتشوفي بقى اصحابك كلهم بيعملوا حاجات حلوه جدا. في اصحاب ليا بيقولوا لي على اللي بيعملوه بشوفها. لا اصحابك في الافلام؟ اصحابك في الافلام؟ اصحابي في الافلام. كلهم صحابك؟ طبعا طبعا طبعا. استاذ محمود الجيل بتاعنا يعني انا مش بشكر في الجيل وفي الجو اللي كنا عايشينه ان كنا عايشين في الجنه. يعني كان الحب والوفاء والاخلاص وكل يوم خميس بيدخل يوم النهارده عند عبد الوهاب بكره عند فريد الاسرف بعد بكره عندنا في البيت بعد عند عبد الحليم يعني مجموعه مع صالح جودك ومع مصطفى امين ومع علي امين ومع يعني ده اللي انا اتعلمت منهم. اتعلمت منهم ازاي اتكلم ازاي اقابل الناس ازاي احب الناس ازاي انت احب انت بلدي. انت كنت تعرفي التراب اللي بمشي عليه مدام مديحه يعني. مدام مديحه انت كنت تعرفي العقاد؟ ده كان بيعمل كل يوم جمعه جلسه ثقافيه. ايوه. فكنت لسه في المدرسه. فكنا بنروح حوالي 6-7 بنات بنقعد ومعانا حد من اخواتهم نقعد نحضر الجلسه. وبس يعني بس اكثر من كده. هو بقى يعني بشعوره او باحساسه حس حاجه ثانيه من ناحيتي ده مش ذنبي. لا ده انا بس هو ما هو انا هقول لك في 30 شخصيه حبتني. ايوه يا مدام مديحه اسالني انا حبيت مين. هو كان بيحبك بصراحه ما احنا نتكلم بصراحه يعني بصراحه ما انا بقول لحضرتك هو حبك يعني جدا العقاد. في كتير حبوني. طيب كتير جدا حبوني اقول لك 30 مثلا. طيب وانت حبيتي اسالني انا حبيت مين. ايوه ما هو ده السؤال بقى اللي انا هساله. لا ما انا مش هرد عليك على كل حاجه. طيب لما اجي لك نرد على السؤال ده ونرد على الفانيلا اللي كانت بتتلبس. نرد على السؤال بيني وبينك. والفانيلا اللي كانت بتتلبس بالمقلوب. انا فاكر كل حاجه. الله يخليك. طيب يا قمر ربنا يخليكي ويديكي الصحه ويخليكي لينا وتاكدي ان كل الوطن العربي بيحبك بجد وعارف ان انت حاجه عظيمه جدا. وربنا يديك الصحة ويسعدك يا رب. والله يا أستاذ محمود ورب الكعبة وحياة مصر. صدق يا حبيبتي. في تليفون من أمريكا. تليفون من الهند. تليفونات من الكويت. تليفونات من السويس. جت يسرى كلمتني من مراكش لأنها ما قدرتش تيجي في عيد ميلادي. يسرى جدع. تحبك يعني بجد. ما أقدرش أقول لك العالم كله مشغول بيا لاني تعبانه ما بمشيش كويس. طيب يعني انت الحمد لله بالظبط يعني نقول الحمد لله انت قاعده في البيت صحيح لكن مش حاسه بوحده ابدا. لا طبعا حاسه ان احنا كلنا معاكي. طبعا مش حاسه طبعا. طب الحمد لله انا بشوفكم على طول. طيب ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا قمر ان شاء الله هكلمك لغايه ما نقدر نسجل معاكي. وانا حاولت ادخل في مقاطعه في احاديث لك بس بيقولوا استني في شغل كتير في إسرائيل. لا يا حبيبتي كلميني على تليفوني وتليفوني بره انا ارد عليك حد هيرد عليك على طول. والله طب دي حاجه حلوه قوي قوي. لا يا حبيبتي كلميني على تليفوني هيبقى بره التليفون كلميني. ده خبر حلو قوي. طيب يا حبيبتي ربنا يخليك.
اني سمعت صوتك النهارده. انا اللي متشكر جدا عليك. انا اللي اشكرك يا اخي يا عزيز يا اشكرك يا حبيبتي. ربنا يخليكي حلوة. ربنا يخليكي يا حبيبتي في حفظ الله، مع الف سلامه في حفظ الله. الله 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 الله. اصل هي كانت بتروح تحضر درس العقاد وهي صغيره كده، بس قمر بقى ام عمنا العقاد عجبته حبها بقى، بس كان زمان يحبه بروقي مش بلمسه تقريبا، ما حدش يقرب لحد، يحبه بروقي. ام كانت تهرب منه. متى مين اللي كان يحكي لي الحكايه دي بقى؟ ستي الله يرحمها كانت تعرفها، بس هي مش فاكراها دلوقتي. ستي بقى كانت تعرف مديحة يسري منين وايه القصه دي، موضوع بقى ممكن نحكي لكم عليه بعدين في مذكراتي. انما كان ليا انا خال كبير بقى يعني فنان وكده، وحكايه بقى بعدين بقى لسن بيزعقوا لي دلوقتي بلاش مذكراتك دي، بس يعني فنان والله العظيم ما في احلى منه. هتقول لي سياسي ولا وزير ولا، سيبك من الكلام ده كله، سيبك من ده كله. شوف فيلم المؤامره ده انا شفته اول امبارح، هي مديحه يسري وشكري سرحان وفي كذا حد، ما لحقتوش يعني، انا بشوفه وانا بمشي بشوفت نصه مثلا كده. فيلم قديم جدا بس حاجه حلوه جدا يعني، تمثيل وحاجات لذيذه يعني، حاجات حلوه يعني. ناس بتحترمك، ناس بتكسب تحط فلوسها في الشغل، تكسب تحط فلوسها في الشغل. يعني انت تسال نفسك اسماعيل ياسين مثلا ليه مات ما عندوش فلوس؟ هو ما كسبش، كسب. ضيع الفلوس؟ لا ما ضيعش الفلوس، حطها في المسرح. هم كانوا كده، يكسب من السينما يحط في المسرح، يكسب من السينما يحط في المسرح، يخسر في المسرح ما يموش بقى لانه عمل اللي هو ايه عايزه. مين فينا، مين فينا بيعمل اللي هو عايزه؟ مين فينا راضي عن شغله مبسوط بيه؟ يعني انا كنت بتكلم مع حد من قريب بيقول انا اصلي مبسوط بشغلي، اظن عايده سعودي مبسوطه بشغلها، الواحد يبقى مبسوط بشغله. ده بقى ده بقى اللي بتوفره الدوله وهي بتعلم. تشوف الواد ده مزاجه ايه؟ الله، ده الواد ده مزاجه كده شقي بيلعب في التفاصيل، ده ميكانيكي، ده كهربائي، ده يشتغل في السكه دي، ده الواد ده بيحب الالوان وبتاع، ده ممكن يبقى نقاش عبقري مبيض عبقري ويكسب كويس قوي. وهكذا الدولة مسؤولة عن اكتشاف مواهب الناس، عشان انت لما تشتغل حاجة بتحبها تبقى حاجة تانية حتى لو ما بتكسبش، يعني بتجيب قوتك بس تبقى مبسوط. لذلك تلاقي في فنانين في مصر ما بيكسبوش، يعني مثلا احمد فؤاد نجم كان ساكن في المقطم في مساكن اللواء ما بيكسبش، مش مهم، بس بيكتب اللي هو عايزه. يا سلام، قوم بقى انت ايه صدقته، مش صدقته بس حبيته. مش بس لما يموت بقى احمد فؤاد نجم يفضل عايش، ليه؟ لانه كان بيقدم حاجه هو مصدقها. هل الحكومه بتوفر لك الطريق ده؟ هل انت عندك الحلم ده ان انت بتحلم بانك تبقى كذا فعندك القدره انك تحقق حلمك؟ احنا كمجتمع بنوفر لك ده؟ ده سؤال مهم جدا، مش انا اللي اجاوب عليه، ده يجاوب عليه السادة المسؤولين. بتعلموا العيال ايه؟ بتعملوا ايه في عيالنا في المدارس وفي الجامعه؟ بتطلعوا دماغها عاملة ازاي؟ انتوا اسألوا نفسكم. احنا بنعمل كذا وبنعمل كذا، دي حركات، دي اسمها بركات والحركات. انما انت بتربي الولد ازاي؟ بتعمل ايه في الانسان المصري القادم اللي هيقود الامة، سواء في الفن او في الادب او في الصحافة او في الثقافة او في المحاماة او في الهندسة او في الطب او في اي حاجة؟ بتطلع دماغه شكلها ايه؟ يعني الاساتذه المسؤولين، الساده المسؤولين يجاوبوا بقى مش مهم. طب احنا معانا مين بقى؟ دلوقتي